يعقوب بوشهري يكسر منزل الزوجية الخاص به وفاطمة الأنصاري، حتى الزرع لم يسلم منه. الحمامات والجاكوزي، شغل كله تغير المكان كله. نشر نجم سناب شات الكويتي يعقوب بوشهري مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في سناب شات، ظهر فيه وهو يتجول في منزل الزوجية السابق الذي كان قد بناه وطليقته الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري، والذي تميز بالفخامة، إلا أن بوشهري لم يتحمل وجود أنامل فاطمة في المنزل فقام بتدميره وإعادة إعماره حسب رؤيته، حتى الزرع الذي اختارته فاطمة لم يسلم منه وقام بإتلافه في سبيل محو كل الذكريات المتعلقة بها بعد زواج لم يصمد أكثر من 3 أشهر. هاي شو تسوي بالزرع؟ ندفينهم. وكان خبر طلاق يعقوب وفاطمة قد تصدر ترند لفترة طويلة، وظل الخبر المتداول يعتقد أنه شائع قبل أن تؤكده الأنصاري في فيديو أكدت فيه الطلاق، ليطل بعدها يعقوب بأول تعليق بعد انفصاله بشكل رسمي، ويؤكد أنه يرفض بشكل قاطع الظهور على سناب شات من أجل أن يكشف أو يبرر مواقفه أو أي تفاصيل تخص حياته، موضحا أنه يرى هذا عيب في حق من يفعله، واصفا أسلوب فاطمة بالدرامي بطريقة غير مباشرة. يعني صار انفصال وهذا القرار أخذته، حتى لو كان صعب لازم تعرفون أن كل شيء بالدنيا قسمه ونصيب، الزواج قسمه ونصيب، ما في بيننا قسمه ونصيب، انتهى هذا الزواج. أنا مو جوي دراما، أنا ما راح أطلع أشتكي حق أحد أو أبرر موقفي حق أحد في سناب شات. أنا عندي أهل، عندي ربع. هذا وظهرت أمل الأنصاري في فيديو عبر حسابها للرد على الرسائل التي تصلها وتتهمها في التسبب في طلاق فاطمة شقيقتها، ووجهت أمل الأنصاري رسائل مبطنة متهمة بعض الأشخاص أنهم وراء هذه التعليقات، في إشارة إلى يعقوب بوشهري، مشيرة إلى أنها بهذه الطريقة تأكدت أنها تثير استفزازهم وتعد مصدر إزعاج لهم، وأردفت قائلة: هذا الكلام موجه لي شخصيا باسمي، لذلك وجب الرد، خصوصا أن مثل هذا الكلام يتكرر أكثر من مرة من حسابات وهمية، ما حدا يدس لي على طرف. لما أنا أكون عارفة متيقنة تماما أنه وراء هالكومنت نفس المجموعة أو نفس الأشخاص، لأنه نفس الأسلوب نفس الطريقة ونفس القهر اللي فيهم والغيظ والغبنة، إن شاء الله مو قاعدين بالبيت معانا، حرام. ليه متأكدين؟ ليه متأكدين إنه أنا